والمباراه في الثواني الاخيره حتى اللعيب يبقى خارج شكله حلو، مباراه وديه مفيش داعي انه اللعيب يطرد او الكلام ده كله. والمعاونين ترجع ورا هيتور مبيلا. المفارقات النهارده ان القياده ارجنتينيه خارج الخطوط سواء لمصر او لغيم ربيعه، وربيعه حلوه صلاح، صلاح عايز المساحه لعبها لجوه يا ولد، حلوه السنده يا عماد لصلاح لو لعبها احلى، عنده فرصه تريزيجيه عمل له المحطه بشكل رائع. شوف متعب، شوف متعب المحطه هنا السنده، وادي الانطلاقه بقى وسرعه التحول بالنسبه لراندي. راندي يتدخل على طول، لسه فيها خطوره، يلا يا صلاح يا ولد تمويه حلوه، ضغطوا عليه وادي التسديده. اعتقد ان محمد السلبي بدون اهداف لا تزال النتيجه. سلام الهدف دلوقتي يبقى شكله حلو، مباراه وديه اه، لكن ادي اللعبه الجميله. شوف متعب مميزه حلوه رايحه والله، لكن برافو ايتور مبيلا عمل لها شكل برضو، طار وطلعها بره. مازال بينتظر منه الكثير. صالح جمعه حلوه، لما الدنيا بتقفل كرات الثابته حوالين المنطقه دي مهمه جدا، لعبها حلوه حلوه. حازم يقف، حازم وقفت تحت رجله، ترجع لحسام. يا سلام يا ولد الفنت حلوه واتعملت لصلاح، اوه يا سلام يا باسم، عملها له باسم مرسي هايله في تبادل للمراكز سريع، واهم حاجه ان الكره اتنقلت بسرعه، وده الكلام اللي بناكد عليه دايما. خالد قمر يشيلها حلوه 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 لصلاح، لكن ايتور مبيلا، ايتور مبيلا برافو برافو لمنتخب مصر اهي. لا دي اللي فاتت، انما اللي قبلها طبعا كانت الكرة الجميلة الهدية اللي اداها باسم مرسي اهي. شوف باسم من هنا برؤية كبيرة جدا في المساحة الخالية، وصلاح انفرد لكن ما لبستش معاه، بيني وبينكم ما مالتش معاه 100%، انما الباصة حلوة من باسم والتحرك في المساحة الخالية اللي بيجيد صلاح الكلام ده. السكران المساعد لو شوف تسديدة صالح بعدها انفراد صلاح، في فرص في تنوع من الكرة الثابتة لعملية الهات وخد. صالح لعبها حلوه، صالح جمعه والله زمان بعيد عن منتخب مصر بقى. لحضراتكم حسام البدري عنده المشروع برضه ان هو الفريق ده تلعب على طول باسم، سقوط قال له قوم البنا وعدل وباصه لقدام في المساحه حلوه، عنده فرصه ترجع له مره ثانيه، هوبا رمضان، لكن دانيال ايفوي هيشوفها مره ثانيه، توقع كويس قوي خالد وخدها مباشرة وعايز ينطلق بقى ويمشي، لكن ضغطوا عليه سيبه، حولها من قدامه لبره الملعب ليه الركنيه. ادي ايجونجا ايجور، وبعدين تحول للاحتراف في فيرونتينا، ملعوبه حلوه صلاح في المساحه لكن تطول وتروح سهله على طول لايد الحارس ايتور امبيلا. الاهلي يعني اخر وصوله او انه يجي عشان يلعب ماتش امبارح نادي اهلي جده، طبعا بكل تاكيد الحاجات دي حاجات يا جماعه دوليه، المباراه في الاجنده الدوليه فلازم بيحصل تنسيق مع الانديه. معقول توقف حتى لو عنده مباراه؟ طبعا وجوده برده اكيد. الصوره امام حضراتكم، صح خسروا 2-3 لكنه سجل هدف بالنسبه له طبعا هدف رائع، انه في مرمى كورتوا الحارس البلجيكي لفريق توزي مورينيو ما اقنعناش للدرجه، في بعض المحاولات في فرصتين، كره تريزيجيه من الانفراد التام من تمريره صلاح، وكره متعب من تمريره صلاح برضو، محمد صلاح كان قاسم مشترك في المرتين. بالبوا انطلق واتعدل بوشه، ما يتسابلوش مساحات الراجل ده. بدل مين يا ريت نشوف نزانج رقم 12 هو اللي في الملعب تأكيد. تاني طويلة لكن صلاح تطول وياخد